حياكم الله وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة للانتخابات النيابية هنا في العاصمة الكويتية. معي الآن في الاستوديو الدكتور شفيق الغبرة وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، ومعي أيضا الأستاذ عبد الله زمان وهو إعلامي وناشط سياسي. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور شفيق الغبرة. الآن حصلت انتخابات، يبدو مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها. تقييم الأولي لسير العملية الانتخابية. طبعا لم أكن موجودا في مراكز الاقتراع، لكن مما مقاطع يعني نعم مما سمعته، لم أنتخب نعم هذا صحيح، لكن مما سمعته ومما عرفته وبعض حتى وسائل الإعلام الأجنبية التي كانت تذهب وتأتي، والإطار العام أن هناك فئة انتخبت وهناك فئة لم تنتخب. الفئة التي لم تنتخب كبيرة وتمثل ثقلا سياسيا ومعنويا كبيرا. كم يبلغ تقريبا؟ ستتضح الصورة. الصورة الآن يعني لو أنت بدأت في هذا النقاش بعد ساعتين من الآن لكنا ربما كلانا لدينا معلومات دقيقة، لكن لا أخفي عليك أن توقعاتي كانت أن من المجموع العام قد تصل النسبة إلى 35% من المقترعين في هذه الانتخابات، ربما تصل أكثر من هذا بقليل، لكن هذا أمر سنعرفه خلال ساعات. هناك مقاطعة ولها ثقة. هل ممكن أسأل سؤال خاص؟ ما أعرف إذا كنت ستجيب، يعني هل سبب مقاطعة؟ تقول لم تنتخب، هل هو سبب شخصي أم سياسي؟ هو سبب شخصي وسياسي. طيب لو بدأنا بالسياسي الشخصي خلي لك. السبب الشخصي، كنت أعتبر أنني سأنتخب 4 أشخاص من 10 في نوع من التصويت الذي يعتبر التصويت المحدود، هو تصويت يعتبر بالانتخابات في العالم تصويت محدود. نعم. والتصويت المحدود إذا كان هناك 20 ممكن يعطيك 8 10، وإذا كان هناك 3 ممكن يعطيك 2، فإذا كان هناك 10 4 مقبولة، بس أنه تقلص صوتي من 4 إلى 1 فأنت أعطيتني ربع تصويتة، أصبح صوتي غير مهم. هذا بهذا الجانب الشخصي. إذن كشخص أشعر أنني انتهى قوة صوتي، اختزل صوتي فامتنعت. من جهة أخرى أرى بهذه الانتخابات أن هناك أسئلة كثيرة، هناك إشكال حول الشرعية، لا أقصد بالمعنى الدستوري، وأفهم من أين ينطلق أيضا المعنى الدستوري وأفهم من أين ينطلق سمو الأمير، ولكن بالمعنى السياسي. يعني إحنا بالسياسة نركز كثيرا على الجانب السياسي، الشرعية السياسية ليس فقط الحسبة، وعندما ننظر إلى هذا الجانب السياسي نرى أن هذه الانتخابات قوطعت من كل القوى السياسية تقريبا، لا أقول لا أجزم، وإنما أقول 90% من القوى السياسية الرئيسية في البلاد قاطعتها، الشخصيات الرئيسية التجارية وغير تجارية قاطعت، المقاطعة ثقيلة، دليل وجود مشكلة أمتنع هنا عن الدخول بهذا الاتجاه، وأرى أن يجب أن نعالج المشكلة قبل أن نعود مرة ثانية للتصويت. بالمحصلة لبناء كويت المستقبل ستحتاج كل الناس. طيب. من صوت ومن لم يصوت. ولكن الآن الخلاف السياسي يصبح خلافا يتطلب أن تدلي الناس بوجهات نظرها ثم نرى كيف بعد. طبعا أنا سأفصل في هذا الموضوع. نعم. لكن أيضا أريد أن أسألك سيد عبد الله سؤال، أيضا نفس السؤال، انتخبت حضرتك أم لم تنتخب؟ انتخبت. نعم. عن قناعة سياسية جدا. طيب برأيك الذين قاطعوا هذه الانتخابات، يعني أنت في القسم الذي يؤيد كان مسير العملية الانتخابية، برأيك الذين قاطعوا هل كانوا على حق في المقاطعة؟ يعني أنا القضية بالنسبة لي ليس حق وباطل، القضية بالنسبة لي واجب وتخلي عن واجب، أو خلينا نسميها حق دستوري والتنازل عن حق دستوري. أنا أتفهم كلام دكتور شفيق في القراءة السياسية، ولكن لا أفهمه كيف مثلا يمكن قبول
أن يأتي إنسان برأي سياسي وهذا الرأي يصطدم مع الدستور مثلاً. مثلاً زين، مثلاً هناك عناوين رفعت بأن إرادة الأمة سلبت. تعال نرجع لنظريات جان جاك روسو، كيف تعبر إرادة الأمة؟ تعبر عن طريق تنازل الفرد لحريته إن ضمنه بحرية المجموع. طيب. وإن ضمن ذلك بحرية المجموع، جان جاك روسو وسبقه ذلك مثلا توماس هوبز، كيف يعبر إرادة الأمة؟ اتجه جان جاك روسو بأن هي إدارة دولة عن طريق الديمقراطية وهي عكس الحكم الفردي. الأهم في ذا من خلينا ننطلق من هذه النظرية وهي جيدة تخدم الوضع في الكويت. حينما انطلق جان جاك روسو في هذه القضية، قضية تعبير إرادة الأمة بالدستور، ماذا قال؟ قال أيضا للدستور للديمقراطية هناك مشروعية ديمقراطية أو دستورية أو شعبية، سميها كما شئت، من خلال هذه تحدد تشريعات ترسم فيها إرادة الأمة. الآن ما ممكن أنا أقبل في إرادة أمة تعبر في برلمان وبالتوازي هناك إرادة أمة تعبر في الشارع. أفهم بأن إذا كانت إرادة الأمة التي تعبر بالبرلمان معطوبة بسبب حاكم دكتاتوري مثلا أو بسبب خلل في هذه الصورة البرلمانية، أتجه إلى الشارع، هذا أفهمه، وهنا اسمها ثورة. ولكن أن تسمى إصلاح في الشارع تنسف مقاومات البرلمان، هذا لا يسمى إصلاح سياسي. لكن هي حتى هذه المقاطعة السيد عبد الله هم يرونها فيها واجبا سياسيا لحماية مكتسبات الديمقراطية، يعني نفس المنطلقات التي تنطلق منها أنت هو نفس المنطلقات التي ينطلق منها هو، لكن قراءته للواقع السياسي تختلف عن قراءتك. نعم، ما أنا هذا اللي أبي أحاول أوصل لك أستاذ محمد، أن حينما يقرأ الإنسان سياسة ومثلا يكتشف أو ربما يكتشف سابقا أو لاحقا بأن قراءته السياسية تصطدم بالدستور، فإذا ما خانت الدستور، يعني نحن ألا نستمد القراءات السياسية من دستور معتبر مثلا؟ تمام، لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يقول مثلا في هذه الولاية غير مجموعة تصويت، لأنه احتكم للدستور. وهناك تفصيل ثاني بالانتخابات الأمريكية مش وقته، ولكن احتكم للدستور وارتضى ذلك. نحن احتكمنا للدستور وانتظر وارتضى، لكن تم تعديل عفوا، هو في فرق بين الدستور والقانون، طبعا سنأتي إلى بعض التفصيلات في هذا الموضوع. لكن على الأقل أنه القانون، يعني بمعنى أنه القانون الانتخابي الذي كان قبل هذا المرسوم الأميري كان مختلف وأتى ببرلمانات أيضا مختلفة، وبالتالي صدر قانون جديد. يعني نحن نفرق ما بين القانون والدستور، الدستور قد لا يختلف عليه اثنان، لكن قد يختلف الناس ربما على القانون. سأعود إليك أستاذ عبد الله، لكن أعود إليك الدكتور شفيق الغبرة وأسأل أيضا المقاطعة السياسية، يعني هي البعض يقول هو أيضا عمل سياسي لكنه سلبي، بمعنى أنه أنت تسقط حقك الدستوري في 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 عملية الاقتراع وإبداء رأيك. هل كانت معارضة موفقة أوصلت الرسالة التي تريد حتى اللحظة من خلال مقاطعتها لهذه الانتخابات؟ ربما في هذه المرحلة بالتحديد أستطيع أن أقول أن المعارضة لا تتصرف أيضا لوحدها، بمعنى أن المعارضة أوصلت رسالتها، لكن الرسالة الأهم هي رسالة الحراك الشبابي. وأنا أقرأ أن هناك حراكا شبابيا كبيرا في المجتمع الكويتي بكل أطيافه وبكل تنوعه، وهذا الحراك الشبابي إلى حد كبير هو أيضا دفع المعارضة التقليدية إلى أخذ مواقف أكثر قوة وأكثر جذرية. بالمحصلة ما أراه أن الكويت الآن مختلفة على المسار، وهذا طبيعي. يعني حصل تطور تقصد في الفكر وأداء المعارضة نتيجة الحراك الشبابي والحراك الشبابي. لماذا ذهب باتجاه الراديكالية أو بمعنى يعني التشدد؟ نعم، لماذا ذهب باتجاه ما يمكن أن نسميه الشارع، أو ذهب باتجاه المقاطعة؟ لهذا تاريخ، وفي جانب منه الكويت جاهزة للإصلاح. الدستور أقر في عام 62، ولكن المجتمع تغير،
انقلب تغيرا ثلاثة وأربعة مرات من حيث التعليم ومن حيث المعرفة ومن حيث الاتصال ومن حيث أسلوب الحياة. ولكن الدستور الذي أقر في عام 62 أيضا جاء معه أساليب في العمل الحكومي. يمكن القول أن أساليب العمل الحكومي في جانب منها كانت دون الدستور، وفي جانب آخر منها كانت مع الوقت تزداد ترهلا، تزداد ضعفا، تزداد عدم وضوح في أساليب العمل الحكومي. إذن المجتمع تقدم، تطور، ولكن أساليب العمل الحكومي تجمدت، تراجعت وتناقضت. وبالمحصلة وقع هذا التناقض الكلاسيكي الذي يعبر عن نفسه بأنه من عام 2006 حتى الآن ست حكومات وعدة 2008 انتخابات، 2009 انتخابات، 2012 انتخابات، دخول للمحكمة الدستورية، دخول يعني هذا كله يعبر عن مأزق سياسي قائم على مستويات عديدة يجب التعامل معه بغض النظر صوت ولا 10 ولا 20. بالمحصلة هناك مأزق سياسي يتطلب الإصلاح وأجواء البلاد السؤال إصلاحية. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هي أزمة سياسية حقيقة سيد عبد الله تراها، أم أنه هو يعني بمعنى مواكبة للحركات والرغبة في الإصلاحات التي سواء تتقدم بها الحكومة أو ترفعها قوى المعارضة كمطالبة سواء عن طريق الشارع أو عن طريق البرلمان؟ جيد، جواب سؤالك يكون من بهذا المدخل. إيه؟ أنا أتفق في بعض الجزئيات اللي طرحها الدكتور شفيق بأن هناك مخاض، ولكن أختلف ناتج المخاض ماذا. دكتور شفيق ربما يستند إلى المنظومة الشبابية في التحرك، وأنا أختلف معه جذريا. الشباب أنت لا يمكن أن إذا كنت أنت رب أسرة لا يمكن أن تسلم القوت الشهري للشاب في البيت وتقول أنت ديرة. إذن أنت يجب أن تكون الراشد على مثلا المدخول المالي، لكن لا تسقط حقه أبدا. أنا لا أطالب بإسقاط حقه، لا لا. نعم. لا لا، في هناك فرق بين إعلاء منازل القيادة العليا في الشباب، وأنا هذا لا أطلبه، وأيضا لا أطلب إسقاط دور يعني الشباب. هل تقر سيد عبد الله أنه مطالب الشباب أيا كان سواء كان راشد أم غير راشد حسب التوصيف اللي تريد، نعم، لكن مطالب الشباب النخبة أو الطبقة الشبابية من المجتمع الكويتي هي في مكان، والإرادة السياسية للإمارة والحكومة في مكان آخر؟ لا لا، غير صحيح هذا الكلام. لماذا؟ إيه؟ لماذا؟ لا، أولا الشباب منقسمين، هناك شباب مؤيد لهذا الطرف وشباب معارض لهذا الطرف حتى في المعارضه. لكن اللي شفناه بالمسيره كان عنصر الشباب هائل جدا. لا لا، ما اختلف، انا ما اقول انه ما في مسيره. طيب. ما في عنصر لا شباب، لا اقصد هناك. يعني كان ملفت انه دلوقتي. حجم الحضور الشبابي الرافض لهذه العمليه السياسيه. نعم. وفق هذا الـ يعني القانون الذي فصل، وهناك هناك ايضا شباب من الضفه الاخرى يؤيدون مثلا المرسوم ويؤيدون السلامه الدستوريه في الوضع في المشهد السياسي، لكن في العملية الانتخابية. يعني هم مش طلابين شارع. هذا انتبه. إيه؟ انتبه. هم استخدموا أداة حتى يظهروا نفسهم بالايدنتيتيز، بهذه الهوية. من الذي استخدم؟ تقصد شباب ولا المعارضة؟ لا، المعارضة استخدموا الشارع. إيه؟ حتى يقدمون هذه الهوية. الطرف الآخر لا يرى خلل حتى ينزل في الشارع. يعني بمعنى آخر، أنا أكلمك الآن، أنا لا أرى خلل دستوري في المشهد برمته. ما في خلل سياسي أنه أكثر لا. من حكومة أكثر من لا. نأتي على الشق السياسي. نأتي على الشق السياسي. خلينا في الدستوري اللي أنا من خلال الدستور أقرأ سياسة. انتبه، أنا الآن لا أرى مشهد، لا أرى خلل في المشهد السياسي في المشهد الدستوري. أما لو اكتشفت يوم من الأيام أو طرأ طارئ وهناك خلل دستوري سأنزل الشارع. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك سأبحث عن كرامتي التي سلبت في الدستور. الآن الأخوان يبنون كل معارضتهم على لماذا؟ قل مثل ما تفضل دكتور شفيق، هناك سوابق مجلس 81 تم تغيير كل للعبة الانتخابية، كل بمرسوم ضرورة. تمام؟ ما يسمى بالمرسوم الضرورة بالمناسبة هو اصطلاحا يعني جدلا شعبيا هو مرسوم أميري. لا، هو اسمه مرسوم له قوة القانون. هذا اسم الدستور صحيح. في المجلس 81 كان تغيير كل لخارطة اللعبة الانتخابية، ودخلوها النواب، الآن هم معارضين، دخلوها في هذيك السنة. هذا أولا. أكثر من ذلك، هذا المجلس الذي أسس عليه، أسس على مرسوم ما يسمى بالمرسوم الضرورة، استمر استقراره السياسي كمكون حتى 2006. تمام؟ إذا استمر من عدها كم سنة؟ طفنا العشر سنوات أو بالأحرى 15 سنة. استمر هذا الاستقرار السياسي بمرسوم الضرورة. إذا
هناك استقرار سياسي على تمكين مراسيم الضرورة دون الرد، بل أكثر من ذلك. تعال خلينا أعرض لك، تفضل الدكتور شفيق، استعرض تغير المجتمع. شو رأيك ناخذها واحدة واحدة؟ بما أنك تحدثت أنه هذه المراسيم على الأقل حققت الاستقرار من 81 حتى 2006. أنا أقول هناك استقرار سياسي على تفعيلة، وهذا إضافة قيمة لموضوع المرسوم. تفضل يعني دكتور شفيق. بس الملاحظة أنه كما قلت المجتمع تغير كثيرا من 81، أنت تعرف ذلك، والمجتمعات كل المجتمعات في كل العالم يعني، والآن نشهد ربيع عربي وانتهى يعني، تغيرت أمور كثيرة، ومن لا يقرأ هذا سيخطئ في القرار. الشيء الثاني، 81 في الكويت كان هناك، لكن 86 تم حل مجلس الأمة، وعام 90 ديوانية الاثنين، وعام 90 الغزو العراقي، بعدين حصلت يعني تغيرات جذرية فيما بعد. تاريخ طويل ومعقد لمجتمع صغير، لكنه يعكس جمال السياسة في الكويت، أن الكويت فيها قيادات سياسية، فيها حراك سياسي دائما، فيها آراء، فيها تنوع، وهذا جميل. والآن هي تدخل بمرحلة جديدة، تبحث عن طريق جديد. يعني ما أريد أن أقوله هنا أنه بالمحصلة، معطيا الدستور ومعطيا التجربة السياسية، السلطة التنفيذية بالكويت هي السلطة التي تقود، هي التي تسيطر، ما الذي تريد؟ عفوا دكتور شفيق، هي الجانب الأقوى بالمعادلة. ما هو السؤال اللي يطرح نفسه الآن، أنه ما الذي تريده المعارضة؟ هل تريد هي يعني أن تنتخب حكومة هي، ولا يحق للأمير هو أن يعني يسمي شخصية رئيس الوزراء الذي بدوره يعين الوزراء؟ يعني دعني أضعها في هذا الإطار. وهذا يعني البعض ربما ضرب الأستاذ عبد الله مثل أنه ابنك وإلى آخره. فعلا أنا عندما أفكر بتاريخ الكويت السياسي، يعني بالستينات، يعني تجي تقول لي يأتي رئيس وزراء من أي جهة غير من الأسرة وبطريقة محددة، بل أغلب الوزراء يكونوا من الشيوخ. أقول لك هذا الطبيعي. الكويت كانت الأسرة وفئة ومجموعة من التجار. لم تكن الكويت كبرت، تغيرت، دخلت عليها فئات جديدة، حضر وحكومة وتجار وصباح وسنة وشيعة، والقبائل جاءت أيضا بأعداد وأصبحت جزء من إذن سور ثاني وثالث ورابع وخامس. أصبحت الكويت أوسع مع صحرائها، مع تنوعها. كيف تدير هذا التنوع؟ وأصبح هناك تعليم، أصبح من الطبيعي أنه المجتمع في مرحلة معينة وبحاجة للأسر لتدير له الحياة السياسية. بمرحلة لاحقة هو بحاجة للأسر لتساعده على أن يحقق استقلالا ذاتيا في الحياة السياسية التفصيلية، بينما تبقى الأسر ضامنة للمناخ، ضامنة للحياة السياسية، ضامنة للتراث الوطني القديم. أنا أنظر النموذج المغربي على سبيل المثال، قطع شوطا في هذا الاتجاه، النموذج الوحيد الملكي العربي اللي قطع شوطا في هذا الاتجاه. هناك محاولات ستكون إصلاحية في أكثر من مكان. أعتقد الكويت تمر بواحدة من هذه المحاولات، أنها تمر بمخاض سينتج عنه تسوية سياسية بين كل الجهات وكل الفرقاء وكل الأطراف. إذن هي تنتج حكومة أكثر شعبية، حكومة أكثر تمثيلا. جميل. وربما بالمحصلة، بس بناء على اتفاق، لابد من اتفاق رئيس وزراء شعبي متفق عليه. لا أقول هذا سيتم بيوم. يعني أنت، أعطيك مثال، أنت تنتخب بالكويت اليوم لمجلس أمة ولكن بلا أحزاب. كيف تسير عملية سياسية بلا أحزاب رسمية؟ لما تكون رسمية شفافة، أعرف من أين تمول، لديها قانون يمكن شطبها إذا لم، يعني أنت بحاجة إلى تطوير الحياة السياسية، تطوير استقلال القضاء، لكن يبقى تطوير لدي البنية العامة للدولة. سؤال أساسي في هذا المفصل، هل هي أزمة سياسية أم تحدي تعيشه الحكومة ويعيشه الحراك الشعبي؟ أنا أعلم أستاذ عبد الله لديك كثير من الكلام تريد أن تقوله، لكن هي أزمة، أزمة سياسية في بلد، تحدي وليس أزمة في بلد، وأيضا تحدي، ولكن هي أزمة سياسية وتحدي. نعم. حتى نكون كمان، لأنه لا نختلف على بعض الفاصل، ولكن أزمة سياسية وتحدي في بلد حضاري، الخلاف فيه عبر التاريخ كان في إطار الحضارية. طيب. ولكنه يمر بهذا. أسمع وجهة نظرك أستاذ عبد الله بعد فاصل قصير. مشاهدينا تابعونا، نحييكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية التي تأتيكم من العاصمة الكويتية، نتحدث فيها طبعا عن سير العملية الانتخابية وما ستفرزه من خارطة في مجلس الأمة. طبعا أستاذ عبد الله زمان كان يتحدث قبل قليل الدكتور شفيق غبرة، هي أزمة سياسية وأيضا تحدي. هل تقرأ نفس على انه يعني نفس الطريقه في 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 الرؤيه
أنه تحدي وعبارة يعني بمعنى أنه عبارة عن تكامل ربما قد يفضي إلى تطور حتى في صيغة الدستور ربما في صيغة القانون بمعنى أنه تصبح هذه الحكومة منتخبة في يوم من الأيام؟ نعم أستاذي العزيز، أرد على جزئيات بسيطة وأدخل في جواب سؤالك. جميل رائع، لما حينما قلت مجلس 81 الدكتور قال وهناك 86 حل رائع، ثورة جان جاك روسو 1789 ثم عادت الملكية الفرنسية ثم أصبحت جمهورية مرة أخرى. لكن إذن في أمثلة أخرى غير جون جاك روسو، معجب جدا بجون جاك روسو جدا. لماذا؟ لأنه أسس نظريات، وبالمناسبة هو الظاهر كان فتك جدا وانتقد نظرياته في بعض الأحيان، ما هو هو تمسخر على البرلمان البريطاني. على أي حال نعود للجزئية الثانية، أنا أتفق بأن المجتمع يتطور، وانتبه ايضا العقليه الحاكمه تتطور وحصل تطور طبعا. انا اعطيك شواهد. نعم مثلا اول رئيس وزراء سابق حصل في عهد ثبت، في عهد من؟ في عهد صاحب سمو الامير الذي لم يحيد عن الخط الدستوري، هذا اولا. سمو الامير حينما امتعض من اداء المجلس المبطل ماذا فعل؟ استخدم اداته الدستوريه الماده 106، عطل الجلسه شهر. سمو الامير ثلاث مرات يحل المجلس ولم يعلق العمل بالدستور، دعا للانتخابات. اذا تسمح لي هنا اسالك سؤال، وفق المنطق الذي تطرحه استاذ عبد الله، يعني عندما يرى سمو الامير هناك ازمه في البلد يبادر الى حلها. الآن هناك أزمة سياسية يتفق عليها الجميع أن هناك كتل وتيارات وأحزاب سياسية ترفض العملية الانتخابية وفق الصوت الواحد. نعم. لماذا ذهب إليه أو ذهبت به الحكومة وذهبت به الإمارة ولم يبادر إلى حلها عن طريق ربما الحوار أو شيء آخر؟ رائع. دعني أنطلق جواب سؤالك. الجواب كالتالي، ما فعله سمو الأمير هو حل وليس التصادم. اعطيك مثال. نعم. كيف؟ اي تفضل. الماده 91 من الدستور وهو القسم الذي يؤديه النائب، اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير، في حرف واو، قيمه الاخلاص للوطن تساوي قيمه الاخلاص للامير. هذا نص القسم الدستوري. ان اكون مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدوله واذود عن حريات الشعب ومصالحه واؤدي اعمالي بالامانه والصدق. هم نكثوا هذا القسم في أول نزعة تحرك لهم في الشارع. كيف؟ من يطالب بأن تكون هناك حكومة منتخبة أو لا يريد قانون الصوت الواحد، هل يكون يطعن بالأمير؟ سيد العزيز، هناك قمة اقتصادية جرت في الكويت، سمو الأمير بعث مرسال أحد مستشاريه إلى هذه الكتلة كرامة لسمعة الكويت الذين أقسمتم على الإخلاص لها. طيب. وللأمير، أجلوا اجتماعكم في ساحة الإرادة يومين حتى تنفض هذه القمة واعقدوها. أبوا ذلك، هذا أولا. سمو الأمير أعطاهم يعني تعاون معهم، هذا مش تصريحي، تصريح رئيس الوزراء في المجلس 2012 المبطل الذي كانت لهم السيادة فيه أو الأغلبية فيه. ثم بطشوا بطش سياسي. لا أستاذ عبد الله، هذا تشكيك خطير، أنت الآن تشكك في وطنية كتل سياسية وأحزاب. ما تقول أنه نكثوا بالقسم وتقول انه ما قالوا مثلا موضوع الحفاظ على الدستور والإمارة. بس ما عصابات مسلحة يعني هذا لا في اتهام مباشر. حنث بالقسم هذا ما له اسم ثاني باللغة العربية، اسمه حنث بالقسم. حينما اقول انا مخلص للوطن وللامير، طيب ما معنى الاخلاص باللغة؟ هم حنثوا بهذا القسم. طيب هذا امر خطير يشكك في الوطنيه. انت جاوبني عليه الان. لا انا لست معارض ولا انا محايد اعلامي، بس اكمل الجزئيه. طيب بعد اذنك بعد اذنك. اذا هناك مؤشرات لتطور العقليه الحاكمه ايضا. نعم. ضربت لك اكثر من مؤشر. الان قضيه تحدي ام اصلاح، انا اعلنها لك تحدي. ما هو التحدي؟ ضربت لك مثال الان بتاجيل تجمع ساحه الاراده ولم يقبلوا تعديل الماده الثانيه. التحدي بالمعنى السلبي تقصد؟ نعم. هم أتوا يتحدون. هم يقولون يعني هي أكثر من أزمة وليس طبعا فقط. هم يقولون يقول الدستور ونقول نحن مثلا. حينما تسيدوا رئاسة مجلس الأمة ضربوا بلوائح عرض الحائط. طيب خلينا واحدة واحدة، ما شاء الله يعني عندك كم من الاتهامات. تفضل دكتور شفيق. كم على الأقل على الاتهامات جيد. على الأقل حنثت هذه المعارضة بكل كتلها وأحزابها باليمين بالقسم. لا استطيع ان هذا الكلام اللي قاله. لا استطيع ان اقول هذا، بالعكس انا اؤمن ان هذه المعارضه
معارضة شرعية ومعارضة دستورية. تناكف الأمير، تناكف الدستور. ومعارضة شرعية ومعارضة موالية للإطار الذي يحكمها، وهي جزء من الإطار. لكن هي معارضة تتعامل مع واقع سياسي لا أقرره أنا ولا تقرره أنت ولا يقرره الأستاذ عبد الله، هو واقع مستقل. دعني أشرح بعض عناصره. على سبيل المثال، الحكومة في الكويت تصوت ككتلة في مجلس الأمة، مجلس مكون من 50 نائب منتخب، هناك 15 أو 16 وزير يصوتون في مجلس الأمة، والأكثرية بالثلثين. نعم، هناك أغلبية بسيطة. بالمحصلة الواقع السياسي، انت النظريه الديمقراطيه تقول لك انت حتى تتطور ديمقراطي لابد من الفصل بين السلطات. هناك سلطه تنفيذيه مهيمنه، بس لا بس قفزه كبيره، يعني ربما المجتمع الكويتي لا يتقبل هكذا. هذا ممكن لكن احنا هنا سؤال مدى، لكن ما اقوله ان هناك هيمنه للسلطه التنفيذيه على كل السلطات، وخاصه على السلطه التشريعيه. هناك انتخابات تقع، احيانا ياتي نواب قريبين جدا من الحكومة، فيكون للحكومة الأغلبية في المجلس وهي بالحكومة الأغلبية. في 2008 في 2009 كان لها الأغلبية وكانت 4 أصوات و5 دوائر، وفي 2012 لم يكن لها الأغلبية. جاء الأمر بعد مرحلة من تدني الثقة على أعلى المستويات بين الشارع والنواب من جهة، وبين الحكومة. نتج عنه حراك شعبي، نتج عنه أن سمو الأمير أقال الحكومة وحل المجلس. تطورت الأمور السياسية، أنه عندما وقعت انتخابات 2012 جاءت بأغلبية معارضة. الأغلبية المعارضة بدأت تطرح الأجندة التي تسعى إليها، التي انتخبت على قاعدتها. لكن بالمحصلة هذا انتهى بمسألة الصوت الواحد، انتهى بحل هذا المجلس، انتهى بمأزق سياسي آخر، انتهى بضرب لأزمة ثقة قائمة بين الاثنين. جميل. إذن أنت بالإطار العام لديك أزمة ثقة الآن. من جهة أخرى لديك برلمان مخنوق لا يستطيع أن يتصرف باستقلالية، لا يستطيع أن يشكل شيء. ماذا يفعل؟ يصبح مشاغباً. من جهة أخرى لا تستطيع الحكومة أن تسير كل أمورها إلا إذا حاولت أن تشتري البرلمان، تصرف بأمور معينة إلا إذا حاول. وهذا حصل في الانتخابات في مجلس 2009، قصة المليونيات هذه كانت محاولة شراء لذمم النواب باتجاه معين، فأثارت فضيحة أخلاقية، استقال على أثرها وزير خارجية الكويت. يعني أنت خلقت، إذن هنا أصبحت الأجنحة مكشوفة، أصبح الشارع متأزم متألم متضايق، الثقة سقطت، القوى السياسية في مرق، الحراك الشبابي طبعا هنا تجذر لأنه الشباب تأثروا بهذا أكثر من غيرهم. هل الأزمة هنا بلغت أوجها تعتقد؟ لأنه هذا الاحتقان وصل إلى مستوى أنه في مقاطعة شاملة، شبه شاملة على الأقل من هذه الكتلة التي تقول أنها معارضة. برأيي أنا أملي أن الأزمة بلغت أوجها. بلغت أوجها، أملي ذلك. وآمل أنه بعد هذه الانتخابات كل القوى تعيد الحساب، تعيد النظر في جانب السلطة التنفيذية، في جانب القوى المعارضة والحراك الشبابي. ولكن أعتقد أننا ما سنقبل عليه مجلس ضعيف، وسنقبل إلى مرحلة أيضا فيها حراك، ربما هي ساعات ونعرف ونعرف هذه النتائج. لكن أيضا أستاذ عبد الله، البعض يقول أنه يعني هناك مشكلة على الأقل، أو قفزة في الهواء حصلت، هروب من المشكلة فإصرار على قانون صوت واحد. هذا قانون الصوت الواحد حجم قوى المعارضة أو جعلها على الأقل تنطعد ولا تريد المشاركة، مما سيولد أزمة أكبر مما كانت قبل. أنا أتوقع أن من يريد أن يوصف بأن تعديل آلية التصويت هي افتعال أزمة، لا هو فجرت الأزمة. البعض يقول يعني بدون قصد، ربما وبدون قصد. أيوة. تماما، أنه فجرت الأزمة. لا ربما ليس مقصود من الحكومة أن تفتعل الأزمة، ولكنها فجرت أزمة. تمام، سليم. من سلوك هذه الجبهة المنحرفة دستوريا، مصر على أن على توصيفها بالانحراف، يعني سواء دستوري ولا قانوني. تعطيني وقت أقدم لك شواهد. تفضل. حاضر. يلا. من ساعة ذكرت لك نص نص القسم، نعم، بأن يحترم قوانين الدولة، جيد.
أنا لدي حكم محكمة دستورية، حكم محكمة دستورية سنة 82، الحكم يفيد بأن الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي فهو شرط سياسي لا قانوني، وهو بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد فيه رئيس الدولة بتقديره. نعم. لم يحترموا هذا النص. ماذا قالوا عن هذا، عن الآلية؟ إنه تفرد بالسلطة. تمام؟ نبرة تحدي أم لا؟ الآن أنا أعطيك مثال آخر. حينما تقول أن هم، أتفق مع الدكتور شفيق، التطور قادم لا محال، نعم الآن لا، بعد 10 سنين أيضا لا، بعد 50 سنة أيضا لا. أعطيك مثال، أنت 50 سنة، أنت، أقول لك شيء، أنت كيف تطور جسم؟ يجب أن تمارسه ثم تعرف سلبياته وإيجابياته حتى تضخم الإيجابيات وتقلل السلبيات. نحن إلى اليوم لدينا ناس لا يفقهون بالدستور ويشرعون. أولا ضربت لك مثال أنه دخلوا البرلمان. نعم. شو أنت تحجر على من يصوت له الشعب؟ الشعب اختاره. لا لا عفوا، أنا لا حتى لو أتى، حتى لو أتى إلى البرلمان، تفضل. عفوا سادة، لا أسلبه شرعية ذلك. أنا أقيم أداءه إن كان بالبرلمان أو حتى خارج البرلمان. مثال، أضرب لك مثال، المادة السادسة تقول الأمة مصدر السلطات والسيادة بهذه الأدوة، وتعبر السيادة وفق الأطر. هذا الجماعة يرفعون هذا الشعار مبتور، المادة يسوقونه على الجمهور مبتور. لماذا؟ حتى هم رافضين للقنوات الدستورية الذين يعبرون فيه عن سيادتهم وإرادتهم وفق الأطر اللي حدد الدستور. إذن هم ينتقون أجزاء من مواد، ينتقون مواد دون مواد، ويطمسون مادة ويعلون شهر. تسمح لي أستاذ عبد الله، بالمنطق هل يعقل أن تكون تيارات ليبرالية وإسلامية من أطياف متعددة متشددة أو توصف بالمتشددة حتى المعتدلة، وبعض القبائل أن تكون كلها جميع القبائل كلها تكون متواطئة بهذا المفهوم ومنحرفة دستوريا، وهناك فئة فقط هي التي شباب تقرأ الصورة بشكل أوضح؟ دعني هنا أكون منصف وموضوعي جدا، وهذا ما نريده، تفضل. ليس كل القبائل مقاطعين، وليس كل القبائل مشاركين، وليس كل الليبراليين مقاطعين، وليس كل القبائل. يا أستاذ عبد الله، إذا طلع ليبرالي وشارك بالعملية الانتخابية، نعم، وكل الأحزاب اللي هي توصف بالليبرالية أو الشخصيات الليبرالية مقاطعة، نأتي ونقول أن هناك انقسام أو حصل بالإسلاميين؟ ما هذا معروف الآن. طيب عزيزي الفاضل، هناك تيارين أو ثلاثة ليبراليين في الكويت أعلنوا المقاطعة. ضخامة حجمهم الميداني لهذا هؤلاء إذا ما يعادل فهو أقل من الليبراليين الذين سيشاركون بالحجم. انسى التايتل. طيب مش. انسى التاج. ما أكلمك على التاج. مثال آخر، هناك كتلة اسمها كتلة العمل الشعبي تسوق روحها على الرأي العام والقنوات الفضائية على أنها هي التيار. في الحقيقة هي ليست تيار، هي كتلة برلمانية تشكل داخل البرلمان، مرة يصيرون 12، مرة 8، مرة 6، مرة 4 أعضاء. إذا هذا لا يمكن تسويقه كتيار. أنا شنو أقول؟ خلينا نحاول نهدي بالإطلاقات. كيف نهدي؟ شنو أنا أقول لك؟ دكتور شفيق يقول كل أبناء القبائل. خطأ. قبيلة الرشايدة كلهم مشاركين أيضا لا أقول كل، ولكن أقابل بالكل الذي يقول كل القبائل. لا، قبيلة الرشايدة مشاركين، بعض العوازم مشاركين. هو اختلف في هذا الموضوع. اسمح لي بس دكتور، أنا أعطيك الكلام كامل. كل القبائل. جميل. وهذا بفرق. سأعطيك الكلام. كل القبائل مشاركين. بعض الأبناء. مرشح. هناك العازم مرشح. اسمحوا لي إذا بتريدوا بعد فاصل نكمل هذا الحوار. مشاهدينا تابعونا، نحييكم من جديد مشاهدينا في إطار هذه التغطية. طبعا ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور شفيق الغبرة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، ومعنا أيضا الأستاذ عبد الله زمان وهو إعلامي وناشط سياسي. بالرحب بكما من جديد. أعود إليك دكتور شفيق وأسأل بشكل مباشر، حصلت الانتخابات، حصلت مقاطعة بعد يعني ساعات ربما تصدر نتائج هذه الانتخابات، في نهاية المطاف قاطع المعارضون أم لم يقاطعوا؟ سيجلسون إلى طاولة حوار على الأقل إن لم نذهب إلى أزمة أكبر مع الحكومة، وبالتالي وكأن المقاطعة لم تقدم الرسالة الحقيقية التي كانت ترغب بها المعارضة أن تقدمها للسلطة. وأعتقد ستستمر العملية، سيستمر الوضع بتعقيداته. أنا طبعا أتمنى أن نكون قد اجتزنا الأصعب، وأن ما يأتي بعد ذلك هو حراك يعبر عن آراء لقوى بوسائل سلمية.
يعني أنت لديك القضية التالية، أنت لمست المسألة عندما قلت أنه كل هذه القوى قطعت، كل هذه القوى انسحبت، 38 من 50 نائب سابقين خرجوا من العملية، كل القبائل أول مرة القبائل لم تقم بفرعيات، كل القبائل لم تعلن المشاركة، ربما بعض الأبناء، لكن بالمحصلة هناك انسحاب العوازم، قبيلة جدا قوية أيضا أعلنت، وهذه كلها قبائل دعني أؤكد كانت دائما في الإطار، كانت قبائل دائما في الإطار الحكومي. هناك سؤال كبير، كيف انتقلت إلى الجهة الأخرى؟ في هناك تغير كبير. وهناك سؤال أكبر دكتور شفيق، أنت تتكلم في علم الاجتماع السياسي الآن في تاريخ وتطور المجتمع الكويتي. نعم. البعض يقول، أنا قرأت هذا الكلام لبعض الكتاب الكويتيين، أنه قانون الصوت الواحد هو كفيل بأن يفتت هذه العصبية القبلية من جانب، وأيضا يعني يحد من اللوبيات التي تريد يعني تهيمن أو تقوش على المجتمع الكويتي عبر أنه ينتخب 4 أو 5 دفعة واحدة. عندما يعني يكون تختار فقط واحد، أنت عندها ستحرص أن يكون هذا الاختيار موفق. هذا البعض يقول ذلك. أقول لك هذا ربما ينفع في أي حالة، لو أنت في انتخابات واثنان يتنافسون وتقول لي صوت، أصوت صوت واحد، وإذا أخذت أنت الأغلبية تصبح أنت ممثلي. أي لكن في المجتمع هذا القبلي، في النظام، هذا في النظام الانتخابي الذي عندما يكون هناك اثنان يتنافسون، أو في نظام آخر هناك 3 أحزاب تتنافس، فتعطيني صوت وصوت للائحة كاملة بحزب، فيكون صوتي عم بيعطي 10 مو 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 وربما 15. الآن أنت هنا في بدون وجود نظام حزبي تعطيني صوت واحد من أصل 10 سينتخبوا في دائرتي، صوت ضعيف لن يغير، بالعكس سيزيد من الفسيفساء وسيزيد من القوى الصغيرة جدا ويؤثر على القوى الكبيرة المؤثرة ويطلقها بالشارع. إذن هذه المعارضة الراهنة، هذا الابتعاد الآن عن العملية السياسية ماذا يصنع؟ يجعل الساحة الرئيسية بين الحكومة وبين الشارع. وعندما أقول الشارع بمعنى، لماذا جاء البرلمان، لماذا جاء البرلمان بالعالم؟ جاء البرلمان بالعالم لتأتي بممثلين من الشارع، تضعهم في غرفة ولها ضابط جلسة ولها نظام، وبالتالي تضبط العملية. الآن هؤلاء السياسيين القديرين المهمين، حتى ما نتحدث عن التجمع الشعبي، هناك سياسيين يعني متمرسين بالعمل، تتفق تختلف، لديهم أخطاء بالطبع، متمرسين بالعمل، سيكونوا طليقي اليد واللسان والحركة، وستتعامل معهم بماذا؟ بالقمع سيزيد المشكلة، بالسجن سيزيد المشكلة، تتعامل معهم بالأخذ والعطاء، تفتح معهم حوار، إذن سيكونوا أقوى، تأتي معهم يعني هل يؤسسوا برلمانا شعبيا موازيا للبرلمان؟ يعمل لجان، يعمل لجان، يعمل ويبدأ ينافس البرلمان الراهن؟ أنت تدخل في نفق معهم. دكتور شفيق، لا أعرف إذا أوصلت فكرتي. لا وصلت الفكرة، لكن يعني واضحة لك الآن، إذا لم تكن واضحة لك لن تكون واضحة للمشاهد. أنا أرجع تكون واضحة للمشاهد، واضحة لي. لكن البعض يقول أنه المعارضة تبالغ، يعني عفوا أضرب لك مثال. أنه يعني الديمقراطية الموجودة في الكويت ربما مش موجودة بكل المحيط اللي حول الكويت حتى لا نسمي. الأمر الثاني من حيث الشفافية، من حيث الحراك السياسي، فوق ذلك أنه لم نسمع نحن عن معارضين معتقلين لسنوات ودون محاكمة إلى ما هنالك، على الأقل يعني في قفزة هائلة تعيشها الكويت قياسا على ليس فقط دول الخليج وإنما دول المنطقة. ولكن الكويتيون يبحثون عن المزيد. لا لكن هذا المجتمع، البعض يقول يبحثون عن أزمة، مش الكويتيين، كتل المعارضة. أنا أسأل دكتور شفيق، يقول يراهنون على إسقاط هذا البرلمان بعد أقل من 6 أشهر، وبالتالي هم قاطعوا هذا البرلمان، يعني هم يراهنون على أزمة من أجل الوصول إلى أهداف، ليس إلا هم قاطعوا هذا البرلمان لأنهم فقدوا الثقة، ولأن قواعد اللعبة تم تغييرها في وسط اللعبة بين فريقين في كرة القدم أثناء الهاف تايم، في الربع الساعة بين اللعبتين تم تغيير قواعد اللعبة دون قصد، وأنا متأكد، لكن بالمحصلة هذا ما حصل، أنتج أزمة ثقة، أنتج معارضة أكبر، أنتج تجذر في الحراك الشبابي. الآن نجد نفسنا في هذا النفق بين أغلبية وأقلية، بين برلمان ربما برلمانين يتنازعان. تعرف أنت مثلا، أضرب مثل جورج بوش والجور في الانتخابات، اختلفوا على بضعة مئات من الأصوات من أجل أن لا يقع إمكانية أن يأتي رئيس يقول أنه بالشارع هو الرئيس، وعلى
استنوا استنوا إلى أن انتهوا. نحن أيضا نتعلم، أنا أعتقد الكويت تتعلم، وهذه تجربة تمر بها الكويت. أنا بالمحصلة ستصل الكويت، ولكن أن نقول أن الكويت أفضل من غيرها هذا لا يكفي، لأنه أنت لديك مجتمع يريد أكثر، يريد التقدم، يريد الأفضل. هو هذا نفس الشباب اللي عم يحذر منه الأستاذ عبد الله أنه شوي بده ترشيد. ولكن كونه لا يوجد سجناء، لا يوجد الكثير من الأمور، هذا دليل إيجابي على أن الكويت من القلائل في المنطقة التي لديها قيادات وسيطة ولديها معارضة، لديها بالعكس لديها من تتحدث معه أيضا على طاولة حوار. طيب خليني أسأل هون نقطة، لكن بالنهاية سأختم هنا، لكن الأهم أن هناك تطور في المجتمع، هو ينظر إلى الأكثر من حقه ذلك، وهو يرى اضمحلال وضعف وتهلهل في أكثر من الأوضاع الإدارية الحكومية، يريد هذا الإصلاح، هذه طريقته للإصلاح، وهناك طريقة أخرى أكيد. بالمحصلة نحن مختلفين على هذا الطريق، في هذا الإطار ربما نصل إلى شيء في مرحلة لاحقة. هذا الشيء الذي يمكن أن نصل إليه أستاذ عبد الله، زمان البعض يقول أنه وكأنه الحكومة تعجل في الموت للبرلمان، يعني تقصف عمر البرلمان القادم، أنه بدليل أنه كل البرلمانات السابقة ما كان لها عمر طويل رغم أنه شاركت بها المعارضة، الآن لم تشارك بها المعارضة، ربما البرلمان القادم لن يعيش حتى 3 أشهر. أستاذ الفاضل، ما تتفضل فيه وقد يكون بعض جوانبه متحققة تمام، لكنه هل هو يعني هل هذا سيستمر إلى الأبد؟ لا، الجواب ليس هنا. هل من كنا نأمل فيهم العلاج والأطباء عالجوا وطببوا؟ هنا محل ارتكاز انطلاقتي، هم أسوأ من أداء الحكومة، فساد التشريعي. هل يعقل يعني من بيده الأداة التنفيذية ويتخذ القرارات ويباشر بها ليس عليه مسؤولية، ومن فقط يشاغب في البرلمان كما يشاغب فقط في البرلمان هو صاحب المسؤولية. عفوا خليني أضربها لك، هم أكلوا من موائد السلطان ثم استعملوا سيفه ضده. أعطيك مثال. نعم. وزيرة صديقة أحد وزيرة من الوزيرات، من دون ما نسميه، تفضل. لسه أول يوم أصبحت وزيرة، لسه أقسمت القسم الدستوري، لا ما راحت مكتبها، ما راحت المكتب، ما تدري إذا عندها مكتب أو لا. جاء لها أحد النواب مشرع وطني إصلاحي مأمول فيه إنه يوصلنا للأحزاب اللي تفضل فيه دكتور شفيق، ماذا قال؟ دكتورة في فلان الفلاني نريد نبيع على حساب الدولة علاج في الخارج. فقالت له اصبر شوي، أنا إلى الآن لا ما أعرف مكتبي وين. تصور ماذا رد؟ توقعين الحين أو استجوابك بكرة. هذا واحد. 2، أتوا لقانون أضربك من كل حديقة وردة، للأسف مش وردة يعني شوكة. هذا واحد. 2، قدم استجوابين لوزير واحد اللي هو الله يذكره بالخير أبو مشعل وزير مصطفى الشمالي، استجوابين. أصبح النمط والسلوك أنا بالاستجواب أدمرك، إن لم أستطع بالبهتان أدمرك، إن لم أستطع أصل معاك للمفاعل النووي أدمرك. هل هذا السلوك أنا أفتري فيه؟ لا. يقسم قبل تقديم الاستجواب بأني راح أطير هذا الوزير من منصبه، يقسم قسم غليظ أمام جمهوره. أكمل. أي عفوا، لا بس أنه سلخ في قوى المعارضة. هذا مش سلخ، هذا استعراض. استعرض لي الآن دور الحكومة، وين قصرت؟ في ماذا؟ ما الحكومة ما هي مسؤولة؟ ما شاركت في هذا البرلمان؟ ما أنا أي ما هون السؤال أيضا. عفوا إيه؟ أنت لما فيك مثلا، خلينا أوصفها هيك يعني الحين قياس مع الفارق، في فيروس دخل جسمك، تضرب الفيروس ولا تروح للطبيب؟ تخيل تروح للطبيب، تخيل الطبيب يعطيك فيروس ثاني. ما هي هذه يعني أنا ليش أحاول أوصلها لك؟ نعم الحكومة دون مستوى الطموح، ولذلك سمو الأمير أخذ زمام الأمور وبادر في مراسيم اللي أتت مؤخرا. نعم أنا أعترف لك، مش أنا اللي قلت، سمو الأمير يعترف بقصور الحكومة. الخلل ليس هنا، نحن نتكلم عن تطور ديمقراطي في الكويت، من يطلبه باعتقادي لم يمارس الديمقراطية الحقيقية. أنا أعطيك مثال وخل الدكتور شفيق يقرأها أيضا. دكتور شفيق مثلا يستقرأ التطور النمطي في بعض الدول وهذا جيد، لكنه لم يأتي على ذكر الضرائب. إحنا ديموكراسي with no taxation مثلا في الكويت، نحن دولة ريعية. هل تعلم من يريدون إقرار الأحزاب
قبل أشهر في مجلسهم المبطل إحنا سمو الأمير أعطانا منحة تمويل مجاني رز وسكر سنة وشهرين مجاني. اللي يطالبون بالأحزاب قدموا توصية للحكومة حتى يمدوا هذه السنة والأربع شهور إلى 4 سنوات. مبدأ نأخذ عطايا مكتسبات. عندي بس 3 آية بعد وأمثلة كثيرة تريد أن تضربها. تفضل دكتور شفيق. شوف لحل الإشكالات التي يتحدث عنها. بدنا نوصل لحل بهال. نعم يعني بعض الإشكالات ربما نعم وهناك مشاغبة هذا، لكن لحل هذه الإشكالات لابد من الأحزاب بالكويت. لابد من إعادة النظر بالدوائر، هل تكون 5 أو تكون 1 أم تكون 2 أو تكون 3، لابد من نظرة حقيقية يشارك فيها. طيب ماذا عن قوى المعارضة؟ لكن لابد من الأحزاب، لابد من الأحزاب، لابد من استقلال القضاء، لابد من استقلال القضاء، لابد من أن تنطلق البلاد نحو الأمام. هل يسقط على الواقع؟ لا يسقط. هناك استحقاقات سياسية، الاستحقاقات السياسية مؤجلة الآن. جميل، خليني أختم معك بها السؤال، قوى المعارضة ما الذي عليها أن تفعل الآن في مسار سياسي للخروج من الأزمة؟ ستستمر بالمعارضة. كيف يعني الطريقة السلبية هكذا يعني تعتصم في الشوارع؟ نعم ستستمر بالمعارضة. ألا يولد ولكن بوسائلها. ألا يولد أزمة أكبر؟ هذا ما أقرأه بالمعارضة. الديمقراطية لا تحملني مسؤولية ما تقوم به. ولكن هي ستستمر. والبرلمان سيستمر والسلطة التنفيذية ستستمر، لهذا ستتعمق الأزمة. أمنيتي أن تبقى محصورة إلى أن نصل إلى حوار حقيقي بين السلطة التنفيذية وقوى المعارضة والحراك الشبابي لنصل إلى انتخابات جديدة تفرز على قاعدة متفق عليها بين كل الأطراف ويتفق الجميع على هذا ونسير إليها. شكرا. شكرا لك. في نصف دقيقة تفضل أستاذ عبد الله. نحن لدينا أمير بلاد يحكم ذهب في مجلس العموم البريطاني وقرأ في أذان أعرق ديمقراطية على الكرة الأرضية وقال نحن لدينا دستور في الكويت يستنير بنوره بعض الدول، ويؤكد على ذلك مجلس العموم البريطاني واللوردات بأن نعم لديكم في الكويت. إذن البريطانيين الجميلين والرائعين والعتيدين بالديمقراطية يشهدون الدستور الكويتي الذين يرفضون. بدي أسألك سؤال قبل ما أختم، ما المطلوب من الحكومة أن تفعل؟ المطلوب أن تنجز الحكومة. نعم أن ترتقي إلى مستوى الطموح، أن ترمي السياسة الكلاسيكية اللي تفضل فيها الدكتور واتفق معه، السياسة الكلاسيكية اللي شوية داري مني وشوية حب مني وشوية قدم. انزع ثيابك الأبهة وانزل الميدان ويجب عليك أن تكون مسؤول تنفيذي في الميدان. أشكرك. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله زمان إعلامي وناشط سياسي. شكرا جزيلا لك الدكتور شفيق الغبرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وكل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا على حسن متابعة. إلى اللقاء. شكرا حبيبي. شكرا دكتور.